من LBCI مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. اللبنانيون يمارسون هواية الطرد، نازحون وصيادون وطلاب على اللائحة السوداء. 200 لبناني سلكوا طريق الموت إلى أستراليا وكلفة السفر 10,000 دولار. هل كتب لنظام الأسد عمر جديد؟ نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير، 3 بطاقات حمراء رفعت اليوم على الأراضي اللبنانية. البطاقة الأولى رفعتها إدارة الجامعة اللبنانية الأمريكية في وجه الطلاب المحتجين ضد ارتفاع الأقساط، فطردت 4 منهم في حادث نادر يهدد الحريات النقابية والأكاديمية في لبنان. البطاقة الثانية تلقاها الصيادو منطقة الدالية في بيروت، فاعتصموا رفضا لترك الشاطئ الذي يعتاشون منه. البطاقة الثالثة تتعلق بمحاولة غريبة لطرد بعض العائلات من النازحين السوريين في جزين، لكن المجتمع اللبناني ليس وحده ما يفقد توازنه، ففيما لا تزال صور أطفال الغوطة حاضرة في الأذهان، بدأت المدائح تتدفق على الرئيس السوري بشار الأسد. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشيد بتعاونه، ووزير الخارجية الأمريكية معجب بامتثال النظام والسرعة القياسية التي تنجز فيها المنظمة عملها. فهل يشكل استخدام السلاح الكيميائي باب خلاص للنظام بدلا من أن يكون بابا للخلاص منه؟ إذن 4 طلاب من الـ LAU ممنوعون من دخول حرم الجامعة وجريمتهم رفضهم لارتفاع الأقساط. ها هم طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية يصرون على عدم دفع الزيادة على الأقساط بنسبة تتراوح من 6 إلى 15%، زيادة فاجأتهم بها إدارة الـ LAU دون إعلان مسبق. موحى بيكون فايت حد بادجت براسه، مش قادر، يمكن إذا غلوا عليه القسط يقدر يضطر يترك الجامعة، وإذا راح على جامعة تانية ما بيعدلوا له كل الكريدت. عم بيقارنوا جامعتنا بجامعات أمريكا، بس اليوم بجامعات أمريكا عندهم قسط مثلنا، بس اليوم الأكل والشرب والدورمز والترانسبورتيشن وكل شيء كله نحن هونيك مأملهم وكثير رخيص، أما نحن الأكل هون كثير غالي، ترانسبورتيشن ما في. ولكن يبدو أن إدارة الجامعة اعتمدت أسلوب العطاء من جهة لتأخذ من جهة أخرى، فلم تكد تسمح للطلاب بالاعتصام حتى أبلغت 4 منهم لاحقاً بفصلهم ومنعهم من دخول الحرم الجامعي. كنا بأحد الصفوف عم نشرح للطلاب القصة اللي عم نعملها نحن كاعتصام، بنفاجأ بعميد الجامعة دكتور رائد محسن بيعيط لنا لبرا، بيسحب منا الـ IDs وبيقول لنا نحن ممنوع ندخل على حرم الجامعة، وبننتظر الكونسل حتى يجتمع ليطلع قرار فينا. تعتبر إدارة الـ LAU أن كل من حسن حرب وسرب الخليفة ورامي أنسو وجادنا انتهك شرعة تدابير الجامعة وعرقل التدريس، إلا أن صورا حصلت عليها الـ LBCI تظهر أن بعض الأساتذة قرر من تلقاء نفسه عدم الحضور والتدريس تزامنا مع وقت الاعتصام. وبانتظار موعد لجنة التحقيق، 4 طلاب لن يحضروا صفوفهم بقرار من جامعتهم، قرار يحول إدارة الجامعة إلى سلطة مصغرة تخاف هي أيضا من أصوات الاحتجاج. صيادو ميناء الدالية يرفعون الصوت، لقمة العيش خط أحمر. الدالية اليوم تناديكم، لسنا بحاجة لشيء ضمان شيخوخة، ولسنا بحاجة لضمان صحي، إننا متكلين على الله. صرخة أطلقها صيادو ميناء الدالية وعائلاتهم، تلك المساحة الفاصلة بين الروش والرمل البيضاء، وذلك احتجاجا على قرار بإخلائها. وقد قطع الأهالي طريق الروش مطالبين بتأمين بديل لهم، علما أنهم بنوا منازل في الدالية بطريقة غير شرعية. عندي 4 أولاد، أنا عايش ورا البحر، عايش ورا السمك أنا وولادي، وكثير عيال عايشة ورا السمك والبحر والدولة عم تقطع برزقنا. ما بدنا تعويضات، بدنا نشتغل، بدنا نعيش، عم نتحمل، نتدين ونمشي امورنا. بدك تصير الروشة كان يا ما كان نحكي فيها قصاص ما فيش ولا رقبتهم. ما عندي الا الله وهالصبي،
نام بروح بشحط بنت ايدي للعالم ما عنا مدينة هيدي الأولى عايشين بالفراغ اختي أنا فاطمة نفهة من بعلبك واللي مش سامع اسمع الطريق فتحت بعد تدخل القوى الأمنية ولكن هل يفتح باب الفرج في وجه أهالي أرض الصيادين الذين اعتاشوا من بحرها لأكثر من 40 عاما؟ وفي جزين عائلة سورية نازحة مخيرة بين إخلاء محل افتراشها أو افتراشتها وبين الشارع. في هذا المحل في جزين تسكن عائلة 3 أشقاء سوريين لجأوا إلى لبنان بعدما دمرت بيوتهم في حماة. ارتضوا العيش ولو في ظروف سيئة في مساحة صغيرة غير صالحة للسكن. يدفعون 300 دولار شهريا بموجب سند إيجار، لكن قدرهم جعلهم من ضمن 30 عائلة سورية ستجد نفسها من دون مأوى، لأن بلدية جزين اتخذت قرارا يطلب من العائلات السورية التي تسكن المحلات التجارية إخلاءها في مهلة أقصاها 5 المقبل. ما راح نفل لا حتى يأمنوننا سكن بدل الكراجات بنفل، يعني هاي النسوان والأطفال وين بدو يروحوا؟ كنا تدينا وتحينا لنحطهم بالمدرسة وكذا ليجي كبنا برا هلأ وليد الحلو ما نعرفين حنا وين نروح، وأنا جوزي ما بيقدر يشتغل وما عندي غير ولد واحد عمره 14 سنة هذا اللي عم يشتغل، ويعني وإذا بدنا نروح نستأجر بيت ما معنا أجرة بيت. بلدية جزين تعتبر أن القرار يصب في مصلحة هذه العائلات السورية التي تسكن في ظروف غير سليمة، وفي القرار راحة لأبناء جزين من إزعاج تخلقه هذه العائلات. عم طلعوا علينا ريحة وأنا جايب شقة ب$2000 وكلها قرف وكلها جاية، ممنوع هذا السوريين يقعدوا هونيك. عم ننزعج بالفوطة والظهرة، منخاف من الولاد، في كتير ولاد صغيرة، سياراتنا عم بتجرحوا. أول شيء المحل ضمن بناية، في يعني وجود سوري على طول على مدخل البنايات، هيدي مشكلة بحد ذاتها. بعدين وجد استعمال المحل مش قانوني لأنه هيدا محل تجاري ما فيك تستعمله تحوله لسكن. تالت شيء الوضع الصحي بالمحل مش 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 اوكي، يعني ما في لا حمامات. قبل انتهاء مهلة القرار غادرت 4 عائلات المحلات التي تسكنها، فيما بدأ بعضها رحلة التفتيش الشاق عن شقة تأويهم شر السكن في الشارع. وفيما يدفع النازحون الثمن، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تعاون السلطات السورية في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية، ترسانة كانت وراء تغيير بوصلة المواقف الأمريكية تجاه سوريا. هل كتب لنظام الأسد عمر جديد؟ قد تحمل التصريحات الأمريكية الأخيرة جزءا من الإجابة على هذا السؤال، فقبل الاتفاق الأمريكي الروسي على الكيميائي السوري كانت مواقف واشنطن حول سوريا تكاد لا تخلو يوميا من الدعوة إلى تنحي الأسد. اليوم ها هو جون كيري وزير الخارجية الأمريكي يغازل الرئيس السوري من باب السرعة في التعاون لتدمير الترسانة الكيماوية. I think it's also credit to the Assad regime for complying rapidly as they are supposed to. هذا الكلام الأمريكي ليس المؤشر الوحيد على احتمال المد في عمر النظام، فقبل أيام نشرت تسريبات حول احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا وفقا لاتفاق أمريكي روسي يرتكز إلى المبررات التالية: استكمال تفكيك الترسانة الكيماوية، القضاء على الجماعات المتشددة، استحالة إجراء انتخابات رئاسية في ظل انعدام الأمن وارتفاع نسبة النازحين إلى الخارج. أما المخارج القانونية للتمديد للنظام فجاهزة في الفقرة الثانية من المادة 87 من الدستور السوري الجديد، وهي تنص على ما يلي: إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. وفي أي حال فإن الأسد لم يستبعد في إحدى مقابلاته التلفزيونية الأخيرة إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. إذا كان لدي شعور بأن الشعب السوري يريدني أن أكون رئيسا في المرحلة القادمة فسأترشح. هذه المعطيات تتجمع فيما الأصوات الدولية المطالبة برحيل الأسد خفتت، خرقها تصريح خجول لماري هارف المسؤولة في الخارجية الأمريكية التي قالت إن فكرة حصول الأسد على فرصة للترشح من جديد مهينة جدا. هذا وأعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة أعلن عدم رفض المشاركة في مؤتمر جنيف 2 مع التأكيد أن الهدف الوحيد هو ترتيب شروط تسليم السلطة، مطالبا بضمانات عربية وإسلامية خصوصا من السعودية وقطر والأردن وتركيا لنجاح المؤتمر. كان البعض
يحاول دائما أن يحرجنا أو يلزمنا بجنيف 2 كممر إلزامي لأي تعامل دولي معنا. أكدنا اللا حوار مع نظام الإجرام من حيث الشكل. رفضنا أن يكون لإيران أي نوع من المشاركة كوسيط في أي عملية تفاوض، لكونها تعتبر حتى هذه اللحظة دولة محتلة. ومع تراجع الضربة الأمريكية على سوريا، تستمر الولايات المتحدة بحربها ضد القاعدة، فكان إعلانها عن تنفيذ غارتين، الأولى في ليبيا والثانية في الصومال. وفي هذا الإطار كشف مسؤول أمريكي أن الغارة التي شنتها القوات الأمريكية نهاية الأسبوع الفائت في الصومال استهدفت الكيني الصومالي الأصل عبد القادر محمد عبد القادر، وهو قيادي في حركة الشباب الإسلامية ملقب بعكرمة، وهو كان على علاقة بناشطين من القاعدة ساهما في التفجير الذي استهدف سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي عام 1998 ومومباسا عام 2002. هذا ونفذت غارة أمريكية ثانية في ليبيا أدت إلى القبض على أبو أنس الليبي، فمن هو؟ وبعد 13 عاما من المطاردة، أبو أنس الليبي في قبضة السلطات الأمريكية. وفي التفاصيل أن ثلاث سيارات رباعيات الدفع طوقت سيارة أبو أنس عندما كان يركنها أمام منزله، وبسرعة فائقة قام رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء بكسر الزجاج من جهة السائق وسحبوه إلى خارج سيارته وانتزعوا سلاحه الشخصي قبل أن يقتادوه معهم، كما نقل شهود من عائلته. من هو أبو أنس الليبي؟ هو نزيه عبد الحميد الرقيعي، مهندس في المعلوماتية، مطلوب للولايات المتحدة لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام في العام 98 والذي أسفر عن سقوط 200 قتيل. كان ينتمي في العام 90 إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي حاولت الإطاحة بنظام القذافي وإقامة دولة إسلامية، لكنه فر من ليبيا إلى السودان بعد قمع القذافي للإسلاميين وانضم إلى تنظيم القاعدة. تقدم بسرعة في صفوفه بفضل درايته في مجال المعلوماتية وأنظمة الاتصالات. عاش في أفغانستان واليمن قبل حصوله على اللجوء السياسي في بريطانيا التي أقام فيها في مدينة مانشستر حتى العام 2000. وعندما وجهت إليه محكمة أمريكية تهما بالتورط في تفجير السفارتين، فر مرة أخرى ليجد مأوى له في أفغانستان وباكستان. وبعد سنوات عدة من المنفى في باكستان، عاد إلى بلاده إثر انطلاق الثورة ضد نظام القذافي في العام 2011، وشارك في المعارك إلى جانب الثوار. كان أبو أنس متكتما، لا يعمل، لا يغادر منزله في ليبيا سوى للتوجه إلى المسجد. وقد وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. أبو أنس الليبي الآن بين أيدي الجيش الأمريكي على بارجة أمريكية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ومن جزيرة بالي الإندونيسية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة لن تتوقف أبدا عن مطاردة المتطرفين. من هم الموقوفون في قضية العبارة؟ والرفاق القدامى يقادون جعجع. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونواصل تقديم النشرة مع الأخبار المحلية. حادثة العبارة الإندونيسية ألقت الضوء على شبكات تهريب المهاجرين، فمتى بدأت هذه الشبكات بالعمل ومن هم المتورطون؟ منذ نحو سنة بدأت عملية نقل لبنانيين إلى أندونيسيا وماليزيا لتهريبهم إلى أستراليا بطريقة غير شرعية، وقد بلغ عدد الذين سلكوا هذا الطريق نحو 200 لبناني بحسب ما كشف مصدر أمني متابع للتحقيقات في هذه القضية. وأفاد هذا المصدر أن البداية في هذه العملية كانت مع الموقوف حسين عبد الله خضر الذي أراد إرسال أولاده إلى أستراليا تهريبا، فكان له ذلك من خلال التعاون مع عبد الرزاق الطيبة اللبناني الملاحق أيضا، والذي يتنقل بين لبنان وأندونيسيا لتأمين زبائن للتهريب وتأمين تأشيرات دخول لهم إلى أندونيسيا، وفي حال فشل بذلك يستعاد عن ذلك بتأشيرات إلى ماليزيا، ومن هناك يدخلون خلسة الأراضي الأندونيسية لينتقلوا لاحقا إلى أستراليا. وتفيد المعلومات أن حسين عبد الله خضر استفاد من تجربة أولاده ليفتح سكة مع الرجل الأساس في عملية التهريب، وهو أبو صالح العراقي الموقوف حاليا في أندونيسيا مشتبها به في جريمة قتل.
وقد تمكن حسين من تكوين مجموعة تعمل في مجال تهريب الأشخاص إلى أستراليا، وتضمه مع عبد الرزاق الطيبة ومحمد طالب الموقوف من قبل أمن الدولة وإلي نبيل عقل صاحب مكتب سفريات في الدكواني. وكان عقل وطالب يتوليان مهمة قبض الأموال من الأشخاص الراغبين بالسفر بكلفة تراوحت بين 8 إلى 10,000 دولار للشخص الواحد، إضافة لتأمين تأشيرات الدخول وتذاكر السفر. ولكن الأهم الذي كانوا يقومون به هو إقناع أناس معينين بالإقدام على هذه الخطوة والقول لهم بأنهم سيصلون إلى أستراليا بأمان وسيوضعون في مخيم للاجئين كخطوة أولى. المصدر الأمني قال إن حسين خضر حاول في البداية إنكار تورطه، إلا أن التحويلات المالية التي قام بها إلى أندونيسيا فضحت أمره، كما حامت شبهات حول سوري يدعى هيثم خزنة لديه شقيق في أستراليا، إلا أنه لم تتوفر أدلة على تورطه، كما أن هناك بلاغات بحث وتحر بحق 3 أشخاص آخرين. تأجيل دعوى الزايك ادعتي ضد سمير جعجع بتهمة القدح والذم إلى 11 تشرين الثاني المقبل. إنه كل واحد مرق، إنه إذا واحد مرق بوقت من الأوقات وقتل بالقوات، رجع بعدين عمل عميل المخابرات السورية، بدل أنا بعتبره قوات؟ إنه أنا فيني واحد عم بيتعامل مع المخابرات السورية إجا هلا أعتبره قوات بس لأنه بوقت من الأوقات مرق وحمل بارودة بالقوات؟ بصفة العمالة وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عددا من قدام القوات في مقابلة تلفزيونية في شهر نيسان، وفيما كان جعجع هو المبادر في الفترة الأخيرة إلى رفع دعاوى قدح وذم على عدد من الأشخاص والمؤسسات الإعلامية، كان هو المدعى عليه هذه المرة. فبالوكالة عن كل من جو إدي وحنا عتيق وجوزاف الزايك، رفع المحامي إلي أسود دعوى قدح وذم على جعجع. اليوم كان من المفترض أن يحضر جعجع إلى قصر العدل للتحقيق معه، لكن هذا الأمر لم يحصل. كان معين فيهم الرئيس شربي الأبو سمرة جلسة اليوم للاستجواب، وتم الدعوة الدكتور جعجع للحضور. حضر وكيله يلي استمهل لإعادة تفريغ القرص المدمج، علما بأنه التفريغ تم بإشراف الأدلة الجنائية، يعني ما في أي تحوير فيه. وأجلت الجلسات الثلاثة ل 11-11 المقبل، يعني مع الجلسات ضد صوت المدى والافترياديس والزيك وغيره. إذن بعد شهرين جلسة جديدة، يرى أسود أنها ليست أكثر من مجرد محاولة لكسب الوقت، خصوصا أن تصريح جعجع مسجل وواضح. هل يهدم القانون ما بناه المخالفون؟ منذ 10 أيام وموجة البناء العشوائي مستمرة في بلدة علما زغرتا. صحيح أن بعض الذين يبنون يتسلحون بأوراق ووكالات حول ملكيتهم لأسهم، إلا أن ذلك بحسب القانون ليس كافيا للشروع في البناء، فلا تراخيص من البلدية ولا من التنظيم المدني، والأرض أصلا مصنفة زراعية. احنا معنا وكالات مثبتة ونحن قانونية، منا احنا سارقين الأرض مثل ما عم يحكوا. استغل الجميع غض نظر القوى الأمنية ليمضوا بأعمال الحفر، والشاطر بشطارته كما يقال. اتفقنا نحن والدولة اللي غير شرعي ما راح يكون هون موجود، وخاصة الغريب ما راح يكون موجود بيناتنا أبدا. معه وكالة، معه سنة تمليك، عم يعمر اللي ما معه عم يتسلبط على أرضنا، احنا ما راح نخليه. تملك هذين العقارين اللذين تفوق مساحتهما 400,000 متر مربع عائلات المقدم وعالم الدين والخازن وشركاء آخرون، وقد باعت إحدى العائلات نحو 50,000 متر مربع، الأمر الذي استغله البعض للبناء. بتمنى أنه ما يكون إلى خلفية دينية، لأنه كل واحد بده يخالف بيتلطب الدين تبعه، والدين براء من هالموضوع، لأنه الدين ما بيقبل أنه حدا يتعربط على هو حدا ولا حدا ياخذ محلات حدا. إذا بنعتقد أنه لازم يكون في مؤازرة أمنية نطلب. وبعد ظهر الاثنين عقد اجتماع في مبنى بلدية علما لعدد من القادة الأمنيين والقضائيين بعد اتصال بوزارة الداخلية لوقف البناء غير الشرعي. لفجر الموضوع هو قرار وزير الداخلية. أنا برأيي هذا كأنه عم بيقول للعالم فوتوا بهالمشاكل هيدي، ما بيصير أنه يرفع صلاحية قمع المخالفات وفي جرائم جزائية اختصاص الدرك ويقول له روحي للبلدية. النيابة العامة عملت شيء بهالفترة؟ النيابة العامة الرئيسة أماني حمدان مشكورة حقيقة متابعة الموضوع وأصدرت مذكرات أحضار بحق المخالفين وطلبت إزالة المخالفات. لا شك أن قرار وزير الداخلية بمنع تدخل رجال قوى الأمن شجع المخالفين، فهل تطبيق القانون يردع هؤلاء؟
قضائيا، أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمر بتوقيف 7 أشخاص في قضية إدخال الساندويتش المشبوه إلى سجن رومي، بينهم 6 سجناء والعنصر الذي أدخله. وكانت عناصر من شعبة المعلومات اقتادت أبو الوليد أحد موقوفي فتح الإسلام من سجن رومي للتحقيق معه في القضية، كما اقتادت أبو التراب الذي كان قد رفض في البداية الذهاب معهم للتحقيق. وقد أجرى فرع المعلومات مقابلة بين الموقوفين 5 وشرب الشليطة، لكنهم أنكروا كل شيء. الأوضاع في سجن رومي كانت مدار اجتماع في سراي الحكومي، حيث تسلم الرئيس نجيب ميقاتي تقريرا تقييميا عن السجن، على أن يعقد اجتماع آخر الأربعاء في حضور وزير العدل والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش المالي، يقرر في ضوئه مع من يجب أن يتم التحقيق لتحديد المسؤولية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يلي تنفذ من الاعتماد يلي موجود 75% منه راح لكاميرات ولشراء أمبولانسات ولتجهيز غرفة عمليات، 25% الباقي 5% تنفذ لتحسين وضع السجناء. طبيعة 75% تنفذوا هن الشقفة اللي فيها أكثر شيء هدر وسنسرات. إيران الجينز رغما عن نتنياهو، ونسخة بريطانية عن FBI، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. نتنياهو إلى أوروبا، ويعلن إلى واشنطن في رحلة جديدة لتطويق النووي الإيراني. أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملة لمواجهة التسلح النووي الإيراني من جامعة بار إيلان عشية جولته الأوروبية وسفره للقاء عدد من زعماء الغرب. ومع أنه خفف مطالبه التي أطلقها في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ولم يتحدث عن الخيار العسكري وما أسماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه طالب بتشديد العقوبات الاقتصادية حتى تتراجع إيران عن تخصيب اليورانيوم. متفقون على ضرورة منع إيران من التسلح النووي، ولكن نسألهم إذا أردتم الطاقة النووية للأغراض السلمية، لماذا تصرون على أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم ومفاعلات البلوتونيوم؟ في هذا الوقت توجه وزير الدفاع موشي يعلون إلى واشنطن لاستكمال المهمة مع نظيره تشاك هايجل. تحركات كهذه صعدت النقاش الإسرائيلي وأعادت التحذير من بقاء إسرائيل وحيدة في مواجهة النووي الإيراني، فيما المعارضة اعتبرت سياسة نتنياهو كارثة لإسرائيل. إنه خطاب متشدد ولا يخدم مصلحة إسرائيل، كما لم يأتي بما هو جديد. وفي مقابل تجنيد الإعلام واليمين للترويج للسلاح النووي ومخاطره، يحاول نتنياهو تهدئة الأجواء قبل سفره إلى أوروبا ليعلن أن إسرائيل لا تعارض إجراء مفاوضات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي لطهران، لكن الوضع يتطلب تشديد العقوبات بما يضمن شللا اقتصاديا يعيق تخصيب اليورانيوم. نتنياهو يدرك أن هذا الحراك لن يوقف الحملة الإيرانية للحوار مع الغرب، لكنه يتوقع أن يمنع واشنطن من تخفيف العقوبات وأن يخفف من حماسة الدول الغربية للحوار مع إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا. الإيرانيون يلبسون الجينز نكاية بنتنياهو. I think if the Iranian people had their way they'd be wearing blue jeans, they'd have western music. في زحمة أزمات المنطقة الأمنية منها والسياسية، جاءت محاولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكسب ود الإيرانيين في خلال مقابلة مع محطة BBC الناطقة باللغة الفارسية. الكلام الإسرائيلي عن عدم حرية الشعب الإيراني في اختيار أبسط الأمور قوبل بموجة سخرية، كما أثار حفيظة العديد من الشباب الإيرانيين الذين عبروا على موقع تويتر عن رفضهم لهذا الكلام، مؤكدين أنهم أحرار في اختيار لباسهم كما بأمور أخرى. ونفيا لكلام نتنياهو، نشر عشرات الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم بسراويل الجينز وسط دعوات لارتدائه الخميس بالآلاف.
ولكن بعيدا من أجواء السخرية هذه والرد على كلام نتنياهو والتي جاءت شبه متوقعة، برز عدد ليس بقليل من تغريدات لمدونين إيرانيين يؤيدون فيها فكرة نتنياهو عن أنهم لا يتمتعون بالحرية في اختيار لباسهم ولا حتى فيما يتعلق بالموسيقى التي يسمعونها، وإن قرروا كسر الممنوع فهم يخاطرون بحياتهم. وتأكيدا على ذلك، نشر بعض المغردين شريط فيديو قالوا إنه يظهر تعرض فتاة للضرب في الشارع بسبب ارتدائها للجينز. الحاخام عفاديا يوسف الذي طلب الطاعون للفلسطينيين أصيب بأكثر من مرض ورحل. يجب تدمير أعدائنا وكارهينا أبو مازن وجميع الأعداء، نسأل الله أن يهلكوا ويرحلوا من هذا العالم، ونسأل الله أن يبتليهم بالطاعون وجميع الفلسطينيين الأشرار أعداء إسرائيل. هذا الكلام للحاخام عفاديا يوسف الذي توفي عن 93 عاما بعد إصابته بأكثر من مرض في السنوات الماضية. يوسف الذي كان زعيم الروحي لليهود الشرقيين أسس في العام 1984 حزب شاس اليهودي المتطرف الذي عرف بعدائه للفلسطينيين ليصبح فيما بعد الزعيم الروحي للحزب. شاس الذي شكل التحالف معه ضرورة لضمان الحصول على أكثرية الأصوات في تأليف الحكومات المتعاقبة، عمد إلى فرض شروط شديدة التطرف على من يرغب بذلك، من بينها رفض التفاوض مع الفلسطينيين بشأن القدس، بالإضافة إلى مطلب تأمين مساعدات مادية لليهود المتدينين. عفاديا يوسف نجا في نيسان 2005 من محاولة اغتيال تهم بها 3 من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليتوفى ظهر الاثنين في مستشفى هداسة في القدس. في أول زيارة خارجية له، وصل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى جدة، حيث التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، على أن يستقبله لاحقا الملك عبد الله بن عبد العزيز. ميدانيا قتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن 48 في انفجار سيارة مفخخة على بعد 50 مترا من مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة طور. قوات الأمن كانت أيضا هدفا للاعتداء في الإسماعيلية، حيث فتح مسلحون النار على جنود داخل سيارتهم العسكرية عند نقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل 5 منهم. وفي القاهرة استهدف المركز الرئيس للأقمار الاصطناعية التابع لوزارة الاتصالات بعدد من قذائف RPG التي لم تصل وفق مصدر أمني إلى الأقمار الخاصة بالبث الفضائي. وأصبح للبريطانيين FBI خاص بهم. مكتب التحقيقات البريطاني أو FBI النسخة البريطانية تبصر النور. وكالة وطنية جديدة لمحاربة الجريمة بلباس أسود مستوحى على ما يبدو من الفرق الأمريكية، لكن الفارق هو أن البذلات تحمل شعار التاج الملكي البريطاني. لن يكون أحداً محمياً، والأولويات لمحاربة الجريمة المنظمة والقرصنة المعلوماتية والأفراد الذين يتحرشون جنسياً بالأطفال أو الذين يستغلون قاصرين على الإنترنت، بحسب المدير العام للوكالة الذي أعلن أنه لديه قائمة ب 37,000 مجرم ينتمون إلى 5,500 شبكة يتولى أجانب قيادة معظمها. الوكالة هي وريثة الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة التي أسست العام 1998 والتي تم استبدالها في العام 2006 بوكالة الجريمة المنظمة الخطيرة التي حولت إلى جحيم حياة المجرمين. فهل تكون الثالثة الأنجح خلال 15 سنة؟ محطة CNN تكشف عن هوية صاحبة الصوت الذي يقف وراء سيري في هواتف أبل. Hello, I am Susan Bennett. You probably know me. I'm the voice actor who provided the voice for Siri. إنه الصوت الذي يسمعه مستخدمو خدمة سيري على أجهزة آيفون 4S أو منتجات أبل، خدمة تعتبر المساعد الشخصي الذكي لصاحب الخلوي، فتساعده مثلاً على تحديد المواقع والاتجاهات. What city in Victoria? وتقرأ له نصوص الرسائل. Read me the message. New message from Sebastian. وتعطي تعليمات الطقس. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Not too cold. ولكن من هي صاحبة الصوت الأصلي لسيري؟ I am the voice of Siri. إنها الأمريكية سوزان بنت، صاحبة صوت سيري التي كشفت عن نفسها أخيرا عبر محطة CNN الأمريكية. ولكن لماذا قررت الإطلال علنا؟ What is your name? My name is Siri.
عندما سمعت سوزان تسجيل صوتي آخر يدعي أنه سيري ولدى لجوء شركة أبل إلى أصوات أخرى جديدة، سارعت للكشف عن هويتها. هي ابنة مدينة أتلانتا وممثلة وموسيقية، كما عملت منذ عام 1970 في الدوبلاج، وفي عام 2005 سجلت لمدة 4 ساعات يوميا وعلى مدى الشهر كلمات وجمل بصوتها. وعندما أطلق الآيفون 4S أخبرتها الصديقة لها أن تسجيلاتها الصوتية تلك هي نفسها سيري، والصوت الذي يسمعه الملايين يوميا. وصوت سوزان بنت معروف أيضا في أول آلة ATM وضعت في الخدمة وفي أجهزة الملاحة GPS، وحتى تعطي بصوتها التعليمات على خطوط دلتا الجوية. وإلى الصفحة الاقتصادية مع ليا فياض. مساء الخير. رفضت نقابة أصحاب الشاحنات بلبنان الالتزام بدوام عمل الشاحنات يلي حدد وزير الداخلية مروان شربل، ويلي بيحدد سير الشاحنات من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظهر. واعتبرت النقابة أنه هالموضوع بيتعلق بلقمة عيش أصحاب الشاحنات، وأنه هالدوام بيجعل من سائق الشاحنة مجرم لأنه ما بيقدر ينجز عمله خلال ساعات قليلة، خصوصا بفترة الشتاء وعلى الارتفاعات حيث تكثر الثلوج، مما بيدفع للقيادة بسرعة ومخالفة قواعد القيادة. 12.5 مليون دولار بالساعة أو 300 مليون دولار يومياً هي قيمة الخسائر يلي عم بيسجلها الاقتصاد الأمريكي من الأول من تشرين الأول، أو من وقت اللي أغلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بعض مكاتبها نتيجة أزمة الموازنة وأعادة 800 ألف موظف إلى منازلهم. وبحسب مركز IHS Global Insight العالمي المتخصص بدراسة أداء الاقتصاديات، النمو الاقتصادي الأمريكي رح يتقلص ب 0.2 بكل أسبوع بتعلق فيه الحكومة الأمريكية أعمالها، ورح يسجل 1.6% بدلاً من 2.2% خلال الربع الأخير من 2013 في حال استمرت الأزمة لثلاث أسابيع فقط، وهي نفس المدة اللي استغرقتها أزمة الموازنة بال 1996. وبرافق شلل هالموازنة تغيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي يلي بلشت اليوم على جزيرة بالي الإندونيسية. هيدا كان كل شيء لليلة، تصبحوا على خير. وبعد الاقتصاد إليكم صفحة الرياضة مع خالد. مساء الخير. بداية رياضة الليلة مع الخبر يلي شغل الصحف الأوروبية، عندما كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني أن هناك احتمال كبير بدعوة دول من خارج أوروبا للمشاركة بكأس الأمم الأوروبية اعتبارا من 2020، هالشي عن طريق دعوة دول غير أوروبية تحديدا البرازيل والأرجنتين من القارة الأمريكية كما اليابان أو كوريا عن آسيا لزيادة التسويق الإعلاني. ليطرح السؤال نفسه، هل الاتحاد الأوروبي عم يجعل من البطولة القارية منافس حقيقي لكأس العالم مع تحديد توقيت 2020 لمنافسة بطولة العالم بقطر، خاصة مع رفض الاتحاد الإنجليزي إجراء أي تعديل على رزنامة بطولته؟ دائما بكرة القدم انتهى لقاء القمة لبطولة الدوري الفرنسي بين مارسي وباريس سان جيرمان بفوز الفريق العاصمة يلي فاز بنتيجة 2-1 بمباراة كان نجم الحكم الفرنسي كليمون توربان اللي ارتكب من بداية اللقاء أخطاء تحكيمية جسيمة مع طرده المفاجئ أولا لتياغو سيلفا نجم باريس سان جيرمان، واحتساب ضربة جزاء بنالتي خاطئة بحق مارسي وبنالتي مشكوك بصحته لباريس سان جيرمان، فكان السبب الرئيسي لإفساد رونق هالمباراة اللي كان نجم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب هدف الفوز لفريق العاصمة. برياضة المحركات احتفل الفرنسي سيباستيان أوجي بلقبه الأول كبطل للعالم لراليات بعد انتصاره أيضا بمرحلة فرنسا بالسباق يلي اختاره سيباستيان لوب ليودع رياضة المحركات مع فوزه بلقب بطولة العالم 9 مرات. وفاز أوجي سيء فريق الفولكسفاجن بالسباق الفرنسي بمنطقة الألزاس متقدما بفارق 12 ثانية على الإسباني داني سوردو سيء فريق السيتروين، بينما احتل الفنلندي ياري ماتي لادفالا المركز الثالث. مع انتصار سيباستيان أوجي بتكون انتهت صفحتنا الرياضية، نرجع نحن وياكم لنتابع نشط الأخبار معك يزمك. شكرا خالد. والآن هل ستعود الحرارة إلى الارتفاع؟ فادية والتفاصيل.
مساء الخير. مزبوط يزبك، طقس المستقر رجع يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، رح يستمر معنا للأيام اللي جاية ورح نشهد كمان ارتفاع بدرجات الحرارة. طقس الليلة بالإجمال عم بيكون قليل الغيوم، رياح ناشطة نسبيا، الحرارة الليلة على الساحل عم توصل ل 18 درجة. لا بكرة الثلاثة طقس عم بيكون مشمس إلى قليل الغيوم، بكرة الحرارة ببيروت عم تكون مرتفعة أكيد، عم توصل بكرة الحرارة ل 28 درجة وأكيد رح نشهد كمان انخفاض بنسبة الرطوبة. الرياح بالإجمال عم بتكون شمالية شرقية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المي 27 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 30 و50%. طقس الأيام اللي جاي على شكل التالي، إذن لبكرة الأربعاء الطقس عم بيكون مشمس لقليل الغيوم 28 درجة، لنهار الأربعاء ارتفاع ل 30 درجة، طقس مكمل مشمس، لنهار الخميس كمان الطقس عم بيكون مشمس كمان 30 درجة، ولنهار الجمعة كمان الطقس عم بيكون مشمس، الحرارة على ارتفاع عم توصل ل 30 درجة، وبذكر انه عم نشهد انخفاض بنسبة الرطوبة. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة، عودة لعندك يزبك. شكرا فاديا، هذا كل ما لدينا في النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.